تقدم إخواني إلى الأمام في مسافات، وإخوان لكم يقفون في الحر، تقدموا لا تستحوا، تقدموا تقدموا، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس قال تعالى فافسحوا يفسح الله لكم، ولن أطيل، تقدموا تقدموا إخواني، جزاكم الله خيرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم الظل صدقة، فجزاكم الله خيرا من قوم وعشيرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعًا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، إن المؤمن العاقل هو الذي يستثمر أوقات حياته، وإن العاقل هو الذي يغتنم الفرص في حياته. ونحن اليوم في أواخر شهر رمضان نودع هذا الشهر العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن نكون فيه من المقبولين. واليوم هو 26 من رمضان، أي هي ليلة 27 من رمضان. والحديث عن ليلة القدر، ذاك أن كثيراً من جماهير العلماء عينوا ليلة القدر بالليلة 27 من رمضان. وحتى أستفيد من الوقت بشكل سريع، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بادئ ذي بدء، هذه السورة من السور التي بدأت بالخبر، 23 سورة في القرآن الكريم بدأت بالخبر. يسألونك عن الأنفال، هذا خبر، براءة من الله ورسوله، هذا خبر. وقوله تعالى هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا خبر. فهذه من السور التي بدأت بجملة خبرية، يقول العلماء لتحقق الوقوع، كقول الله عز وجل أتى في أول سورة، في أول سورة النحل، قال تعالى أتى أمر الله، يعني يوم القيامة، فلا تستعجلوه. وأتى فعل ماض لكنه لم يأتي، فكيف عبر الله عز وجل عن أمر لم يقع بأنه وقع؟ أتى، ولم يقل يأتي، أو لم يقل سوف يأتي أمر الله، قال أتى. فيقول علماء العربية عبر الله عز وجل عن أمر سيقع في المستقبل، عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، وهذا من أساليب العرب. فالآية هنا تخبرنا عن أن هذه الليلة هي ليلة الشرف، ليلة القدر. يا من تحرص على رفعة قدرك عليك أن تلتزم القرآن الكريم. هذه ليلة كأية ليلة من الليالي، لكنها صارت ليلة الشرف وليلة القدر وليلة الرفعة لما نزل القرآن فيها. فالله عز وجل يختص ويصطفي من الأزمنة أزمنة، ويصطفي من الناس ناسا، ويصطفي من الأمكنة مكانا. فمن الأزمنة التي اصطفاها الله عز وجل هذه الليلة، الليلة المباركة، ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما هو الذي أنزله الله عز وجل؟ الهاء هنا تعود على القرآن الكريم، ولسائل أن يسأل
أين ذكر القرآن في السورة؟ ما قال تعالى إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر؟ في لغة العرب أيضا عندما يذكر الضمير إلى غائب لم يرد ذكره في الجملة هذا التفات عظيم من أساليب البلاغة. قال تعالى حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، ما هي التي توارت؟ لم يرد ذكر الشمس في سورة صاد مثلا، فيذكر الله عز وجل الضمير عن أمر غائب، قال العلماء لنباهة شأنه، فلعلو القرآن ولبيان مكانته ولأنه مفهوم ولأنه ملتصق بقلوب المسلمين عبر الله عز وجل عنه بالضمير الغائب فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم انتقل الله عز وجل في هذه السورة إلى أسلوب فيه تشويق، يقول لك وما أدراك ما ليلة القدر، عندما تقول أتعرف فلانا، هل تعرف فلانا، هذا تشويق لأنه يريد أن يحفز فيك كل المشاعر كل الأحاسيس حتى تكون مستعداً لاستقبال هذا التفرد هذا التميز هذا الخبر الرائع. وما أدراك ما ليلة القدر، ولم يقل الحق سبحانه وتعالى وما يدريك، هناك آيات في القرآن الكريم وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، لكن لما عبر الله عز وجل بالماضي هنا قال وما أدراك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف قدر هذه الليلة، قال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فيذكر العلماء أن سبب نزول هذه السورة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الناس من بني إسرائيل جاهد في سبيل الله أكثر من 100 عام فاستقل أعمار أمته، لأن أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعمار قياساً على الأمم التي كانت قبل أمة النبي تعتبر أعماراً قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، فاستقل النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمته، فكانت هذه الهدية لكي يقول الله عز وجل لنا أن العبرة ليست بالعمر فقط وإنما بالعمل، فالمسألة مرتبطة بالكيفية وليست مرتبطة بالكمية. خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا قمت هذه الليلة التي لا انتبهوا إلى القرآن التي قال الله عز وجل عنها قال خير ولم يقل تساوي، يعني ما قال الله عز وجل ليلة القدر تساوي 1000 شهر، قال خير من 1000 شهر. وقال أهل التفسير 1000 شهر بعبادتها بصلاتها بقيامها بخشوعها بتبتلها، قال خير من 1000 شهر يعني أكثر من 80 سنة و4 أشهر. فالله عز وجل أكرم أمة سيدنا محمد بالبركة. وهنا ما هو الدرس؟ الدرس أيها الإخوة الأكارم أن تغتنم عمرك. يا من ضيع أعماره بالليالي الحمراء والخضراء والصفراء، الله عز وجل ذكر لنا هذا الأمر في القرآن الكريم في أكثر من موضع، فقال ويوم تقوم الساعة، قال تعالى ويوم تقوم الساعة آخر سورة الروم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والساعة في اللغة العربية لا تعني عندما ترد في القرآن لا تعني 60 دقيقة، لا، الساعة لم تكن معروفة إلا أيام العباسيين اكتشفت الساعة، خطوط الطول وخطوط العرض، هذه المسألة عندما ترد كلمة ساعة في لغة العرب تعني جزءا من الزمن. فيقسمون هؤلاء الذين ضيعوا أعمارهم سبهللا، ضيعوا أعمارهم باللهو واللعب و فيقسمون يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ الله عز وجل يسأل أولئك الذين عاشوا سنوات طويلة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ فيجيبون قالوا لبثنا يوما
أو بعض يوم فاسأل العادين. فقال تعالى: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فهذه الحياة كلها أيها الإخوة الأكارم، وهذا ليس تخويفا، هذا توصيف. هذه الحياة كلها هي منام. وأعجبني أحد الكرام قال لي كلمة جميلة قبل أيام، قال لي: كل يوم يوضع في رصيد الإنسان يوضع 24 ساعة رصيد، هذه هدية من الله. فإذا الله عز وجل أعطاك أعظم نعمة، نعمة الحياة، فاحرص عليها، لا تضيعها. الإنسان أحيانا في منامه، لأن نظام الروح يختلف عن نظام الجسد، في المنام يرى أنه تزوج ورزق بالأولاد وتاجر وسافر، هذا كله، وعندما يستيقظ يقول علماء، يقولون هذا المنام بما كان فيه من أحداث ثانية، أليس كذلك؟ فلنحرص على أعمارنا أيها الإخوة، أغلى شيء العمر، أغلى شيء. الإنسان ينفق الملايين حتى يعيش ثانية واحدة في الحياة زائدة، يريد أن يعيش فقط ولو كانت ثانية حتى يعطى العمر. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، لنحرص على أعمارنا، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. فنغتنم هذه الليلة. رجل كبير جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي الإمام أحمد في مسنده: يا رسول الله، أنا رجل كبير، دلني على ليلة حتى أدرك فيها ليلة القدر. قال: عليك بالليلة السابعة، يعني ليلة 27 من رمضان. فلنحرص أيها الإخوة، الله عز وجل سماها ليلة حب، ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة، أي تتنزل، تنزل أي تتنزل الملائكة والروح، يعني سيدنا جبريل، فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام. إياك أن تكسر بخاطر أحد، إياك أن تظلم أحدا، إياك أن تحمل في قلبك شيئا على أحد، سامح. هذه ليلة مباركة أيها الإخوة، إياكم أن تضيعوا هذه الليلة، احرصوا على إحيائها. كثير من الناس يقتل وقته ويفتخر أنه كذا وكذا، كله ذاهب. العاقل بالمناسبة، يعني اغتنم الإنسان أو أن لم يغتنم سيمضي الوقت، يعني الوقت سيمضي. إن اغتنمته كنت من الرابحين، وإن كانت الثانية لا قدر الله كنت من الخاسرين. فلنغتنم، اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، من أراد أن يكون في ليلة القدر عليه أن يتمسك بالقرآن، من أراد أن يغتنم ليلة القدر عليه أن يعود إلى ذكر الله عز وجل، أن يعود إلى الصدقات، أن يعود إلى صلة الأرحام، أن يعود إلى التسامح. أعظم شيء أن تتصالح مع ذاتك، أعظم شيء أن لا تفكر بشيء يعكر صفاءك. البعض يفكر بهذه الطريقة الإيجابية، وهذا شيء طيب ورائع، لكن من أجل الصحة. لا، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل الناس وأحب الناس عند الله؟ بلى يا رسول الله. من؟ قال: كل ذي قلب مخموم. مخموم، خم في اللغة العربية كنسة، يعني قلبه مكنوس من الغل، من الحسد، من سوء الظن، من التآمر، من هذه الأدواء. اجعل قلبك سليما حتى تدرك ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إياك أن تضيع هذه الليلة. وإن شاء الله تعالى نبدأ كل يوم في هذا المسجد العامر بكم الساعة 12. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ، علنا نطيل القراءة، والليل قصير، يعني الآن الفجر الساعة 4:15، الليل قصير، لأن تنتهي التراويح تقريبا 9:30 لمن كانت صلاته قصيرة، الساعة 10 لمن كانت صلاته طويلة، 4 يعني أقل تقريبا 6 ساعات. فلنغتنم هذه الساعات بدل أن نضيعها بالكلام والغيبة والنميمة والسخرية من فلان وفلان وكذا. هذه أغلى من الجوهر، أغلى من الدنيا أيها الإخوة، لحظات عظيمة. ألا إن في أيام دهركم، كما قال عليه الصلاة والسلام، لنفحات ألا فتعرضوا لها.
فاليوم إن شاء الله تعالى احرص على أن تأتي إلى المسجد اغتسل غسلا سنه بعض العلماء لليلة القدر، وتطيب بطيب، واذكر الله عز وجل، واحمل معك همة وتأكيدا على أن لا تخرج من المسجد إلا وقد سامحت كل من أساء إليك، لأنها ليلة سلام، هي ليلة سلام. قال تعالى سلام، فالسلام لا يجتمع مع الحرب، والسلام لا يجتمع مع الحقد، والسلام لا يجتمع مع المكر، والسلام لا يجتمع مع الكبر، والسلام لا يجتمع مع احتقار الناس وازدراء الناس، هذا لا يساوي شيء وأنا أساوي شيء وأنا الفهمان هو غير فهمان. هذه المنظومة المشوهة تقتل لحظات جميلة في حياة الإنسان. كلما ازداد الإنسان قربا من الله ازداد تواضعا، ازداد خفضا للجناح، ازداد محبة بين الناس. فلنحرص أيها الإخوة على أن نحيي هذه الليلة بهذه المنظومة الأخلاقية. وصلاة العيد إن شاء الله في المسجد هذا المبارك تقام الساعة 6 صباحا بحول الله تعالى. ومن السنة، من السنة في صلاة عيد الفطر، اسمه عيد الفطر أليس كذلك، من السنة أن تفطر، لأنك تظهر أنك امتثلت أمر الله قبل أن تأتي إلى المصلى. أيضا حتى لا أنسى صدقة الفطر، صدقة الفطر ينبغي أن تخرج قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وإلا كانت صدقة كأية صدقة طيلة العام، لنحرص على إخراجها. ومقدارها، السؤال المكرر في كل عام، أقلها يعني المقدار الأقل شيء 20 درهماً، لكن هذا 20 درهماً كحد أدنى. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، والدليل إما أن تكون من غالب قوت البلد، إما أن تكون من بر يعني قمح، أو كانت من التمر، فسعر كيلو التمر يختلف عن القمح. والسؤال الأهم، هل نخرج هذه الصدقة، أعني صدقة الفطر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم أنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين؟ يعني ما في إنسان منا ينجو في رمضان، خانته كلمة، تكلم كذا، تأتي هذه الصدقة لتطهر صيامه، ماذا يفعل؟ هل يخرجها طعاما أم يخرج قيمتها؟ الإمام أبو حنيفة أجاز ورأى أنه تجوز أو يجوز إخراج قيمة الصدقة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن في هذا مصلحة للفقير، أنت أعطيته تمر والآخر أعطاه تمرا والآخر أعطاه قمحا، والآخر ماذا يفعل؟ يريد أن يشتري ثياب العيد لأولاده مثلا، ما عنده، يريد مالا، ما عنده، فماذا يفعل كثير من الفقراء؟ يأخذ هذا الطعام يبيعه في السوق حتى يأخذ المال. أخواني، هذا الكلام كان قبل أكثر من 1400 سنة. دائما الأحكام الشرعية ينبغي أن نعمل عقولنا فيها. مقاصد الشريعة جاءت من أجل مصلحة الإنسان، وأنا دائما أذكر هذا المثال. لو أن الإنسان نظف أسنانه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بفرشاة أسنان بلوتوث لأقرها رسول الله، لأن المقصد ما هو؟ النظافة. فإن تحقق المقصد بفرشاة الأسنان، بالسواك، بأي شيء، المهم أن يكون فمك نظيفا وليس فيه رائحة تؤذي الآخرين. أما صراعات تشوه الدين ويضحك العالم على المسلمين، ما هذه كذا وهذا كذا، لنعمل عقولنا. مصلحة الفقير المال، الفقير الآن يريد أن يشتري ثيابا لأولاده، يريد أن يشتري متاعا، يريد أن يشتري دواء، أما فلان يعطي رز 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 رز، فلان آخر، هذا لنعمل عقولنا. وقد يقول لي قائل سمعت في المذياع كذا وكذا، جزاه الله خيرا، هو على خير على بركة، لكن أنت لك عقل، خذ ما صفى واترك ما كدر. وهذه الشريعة تتسع للجميع، لكن ينبغي على الإنسان أن ينسجم مع الفطرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا جميعا، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيد علينا رمضان سنوات عديدة وأياما مديدة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وسأتحدث بالتفصيل عن أحكام الزكاة، زكاة المال، وتحدث بالتفصيل أيضا عن أحكام صدقة الفطر. وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم، واسألوا ربكم حوائجكم، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. يا رب العالمين، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم أنزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرؤوا برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. الله أكبر. استووا، اعتدلوا، استووا، لا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. استووا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، خاصة الصفوف الأخيرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. استغفر الله. استغفر الله.